أهلا بكم في حلقة جديدة من بيت القصيد. ضيف هذه الحلقة شاعر من الأردن استطاع أن يحجز لنفسه مقعدا مميزا في مدن الجمال. لم ينسى قضيته ولا البلاد، ولم ينسى الإنسانية أو جراحات أهلها في كل مكان. عمل وما زال يعمل من أجل تمييز بصمته بحيث يترك أثرا مختلفا ومميزا فارقا في الشعر على مستوى بلده الأردن، وكذلك على مستوى الوطن العربي كوحدة واحدة. نرحب بضيف هذه الحلقة معنا عبر سكايب من عمان، الشاعر الأردني المتميز الأستاذ حسام شديفات. أهلا بك حسام معنا، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. تحياتي أستاذ مصطفى، شاعرنا الصديق والجميل، وشكرا لبيت القصيد ولقناة الرافدين على هذه الفرصة التي أتيحت لي أن أظهر من خلالكم إلى جمهوركم، وشكرا جزيلا مرة أخرى. أنت تستحق كثيرا يا حسام. قبل أن نذهب إلى الشعر وقبل الأسئلة، لابد من يعني تبيين وتوضيح للناس بلسان ضيف هذه الحلقة. حدثنا عنك بحدود ما تحب أن يعرف جمهورنا عنك من معلومات بحدود دقيقة، تفضل يا حسام. محدثكم حسام شديفات، أنا من مواليد الأردن، من مدينة المفرق بالتحديد. ولدت عام 1995، حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الأشعة من الجامعة الهاشمية، وبدأت في الشعر مبكرا جدا. كنت صديقا لعمي رحمه الله، كان شاعرا وقد تأثرت به كثيرا، فبدأت الشعر فعليا عندما توفي رحمه الله في عام 2014. بصراحة بدأت بكتابة الشعر، أكتب الشعر في عام 2014، ولكن تدريجيا شعرت أن مستواي يتطور وأنني يجب أن أظهر هذا الشعر للآخرين في أعوام الجامعة المتأخرة، في بعدها بعام أو عامين، ثم بدأت بتجميع هذه القصائد، المشاركة في المسابقات، فزت في بعض المسابقات، ولي ديوان مطبوع في مسابقة في دار المحرر للنشر في مصر، مشكورين، واسمه خدعة سيزيف، وحاليا أجهز للديوان الثاني إن شاء الله. جميل جدا. قبل النقاش والأسئلة، اقرأ علينا قصيدة من قصائد هذا الديوان أو مما تحب أن تلقي علينا من شعرك، تفضل يا أستاذ حسام، وحاول أن تحرر كلتا يديك ما استطعت إلى ذلك سبيلا إن شاء الله. صديقي تفضل. مصطفى، الشعر الجميل، قصيدة تساؤلات. تفضل. تساؤلات: يداك الورود البكر، عيناك ما هما، بلا فرصة للماء آنست زمزما، وكان الفراغ المحض ضوءا محيرا، وكان الوجود الثر كالفقد معتما. تساءلت: ما الإنسان؟ قيل: بكاؤه. وما روحه؟ دمع سيهطل كلما. يا سلام. وما الحب؟ تساءلت: ما الإنسان؟ قيل: بكاؤه. وما روحه؟ دمع سيهطل كلما. وما الليل؟ قيل: الحب. ما الصبح؟ تركه. وما بين ترك الحب والحب؟ أنتما. وما النوم؟ فوضى الأمنيات سبكتها. وما النوم؟ فوضى الأمنيات جمعتها لتسبك شكل المستحيل وتحلما. وما النور؟ النور قيل: الصخر لما لمسته تفجر ينبوعا ومتمن الظما. وما الموت؟ قيل: الموت باب لواقع. وما القفل إلا الحلم لما تحطما. يا سلام. وما الشعر؟ وما الموت؟ قيل: الموت باب لواقع. وما القفل إلا الحلم لما تحطما. وما الشعر؟ ثقب في الكلام ونفخة من الحزن خلته البكاء المنغما. ستعرف معنى الشعر لو كنت شاعرا، وتدرك جدوى الشعر لو كنت أبكما.
لماذا يكون الحزن أصدق عندما يمر قطار العائدين إلى السماء؟ لماذا يكون الخمر أكثر سطوة إذا كان تعتيق الزجاجة أقدما؟ لماذا إذا المرآة تسقط مرة يكرر وجه اليائسين مهشما؟ يا سلام. وسافرت في نفسي. لماذا إذا المرآة تسقط مرة يكرر وجه اليائسين مهشما؟ وسافرت في نفسي كثيرا لعلني أراني، ولكن كنت في السر أعظم. يا سلام يا سلام، جدا فارق وشاهق ومتألق، ما شاء الله عليك يا حسام، دائما يعني تنحو نحو الأفكار العالية واللغة السهلة المعاني الواضحة التراكيب الصعبة بالكتابة، فهو سهل ممتنع للمتلقي، صعب على كاتبه. هذه المتناقضة التي يعيشها الشاعر تثبت أن فكرة تخليق القصيدة ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل يا حسام. بالضبط صديقي مصطفى، وأنت شاعر وشاعر كبير وتعرف هذا. القصيدة تستهلك كثيرا من المشاعر ومن الذهن ومن النفس ومن الوقت. القصيدة تأكل من صاحبها أكلا، فأن نصنع قصيدة ونقرأها في دقيقة، هذا يمر على المستمعين بتأثير متفاوت، ولكن من يعرف الشعر حقا يعرف أن هذه القصيدة جزء من كاتبها، وقد أكلت منه كما تأكل السبع من الجيفة، أو بلا تشبيه، ولكن هي تأكل أكلا فيزيائيا من صاحبها. فالقصيدة متعبة يا صديقي، وأنت تعرف ذلك جيدا. أحسنت كثيرا يا حسام. ماذا عن جدوى الشعر الذي طرحته أنت في قصيدتك السابقة؟ وحبذا مثل ما طلبت منك أن تحرر كلتا يديك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تفضل. سأحررهما كما تشاء. ستعرف جدوى الشعر لو كنت شاعرا. أنا قصدت بالضبط ما قلته قبل دقائق. يعرف جدوى الشعر ويعرف ما معنى قصيدة من يكتب الشعر، من يعيش الشعر، ويعرف معناه، ويعرفه أيضا من بكم عن هذا الشعر، يعني الذين يريدون الشعر ولا يستطيعونه ويعرفون سمو وعلو هذه القصيدة، والذين يعرفون القصيدة ويستطيعونها يعرفون معناها ويعرفون ما تعنيه، يعرفون هذه القصيدة من الداخل. فالشعر له تأثير على من يستطيعه ومن لا يستطيعه بدرجات مختلفة، ولكنه دائما هو الشعر، دائما هو هذا الكيان العالي. يا سلام. الشاهق الذي نبحث عنه، ويعيش الشاعر كما تعلم، وأنت شاعر كبير وأكررها كثيرا. الله يسعدك يا حسام، تسلم. يموت الشاعر وهو يبحث عن تلك القصيدة، فعلا. تلك القصيدة التي لم يكتبها بعد، ومات كل الشعراء، وربما مات المتنبي وهو يبحث عن تلك القصيدة. أحسنت كثيرا. أجمل ما في الشعر أننا لا نصله، الأجمل ما فيه طريقه. أجمل ما في الشعر طريقه، أحسنت كثيرا. خذنا إلى طريق الشعر مجددا يا حسام. قصيدة أخرى أقول فيها: لو كان الموت أسهل. ماذا لو كان الموت أسهل؟ بكون الماء يكون الموت أسهل، سألتهم الرصاصة حين أقتل، وألبس من دواليب المنايا وفاة تبهر اليأس المؤجل. فليس لديك يا عب الخفايا من الدهشات ما يكفي لأسأل، ولكن الحقيقة أن كونا نعيش به يطمعنا ويبخل. يا سلام. يعلمنا، ولكن الحقيقة أن كونا نعيش به يطمعنا ويبخل يعلمنا التشبث بالأماني ويمنعها، وبالحالين نأمل. أنا اخترت الحياة بكل ما بي من الموت المؤرخ والمسجل. تموت الأرض، تمرض، ليس شأني، أظل أنا ليكتمل المسلسل. يا سلام. فلو أني أنا اخترت الحياة
بكل ما بي من الموت المؤرخ والمسجل. جميل. تموت الأرض تمرض، ليس شأني، أظل أنا ليكتمل المسلسل. جميل جدا. فلو أني كليب، فلو أني كليب أدرت ظهري، يأست، سئمت من سعر المهلهل. جميلة جدا هذه الاستشهادات والاستنطاقات التاريخية والأسطورية العالية التي تثبت أن يعني الموروث العربي والكثير من القصص العربية من السهل أن يهضمها النص الشعري. لكن ماذا عن صراع الشعر العمودي في الزمان المعاصر الذي نعيشه يا حسام باعتقادك؟ وكيف يمكن له أن يواجه ما نعيشه في زمن صراع الأشكال؟ ومرة ثانية أطلب منك أن تحرر يديك يا حسام، حاول أن تتجنب عادة وضع اليد على وجهك. تفضل. أوكي صح. نحن نريد أفكارك. أنت تحيلنا إلى سؤال كبير، إلى 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 نقاش ربما احتاج لسنوات ويحتاج إلى سنوات ولم نصل إليه. وجهة نظري الخاصة أن هذا الموضوع يندرج تحت نقاط عدة. النقطة الأولى من وجهة نظر القصيدة النثرية وقصيدة التفعيلة والتجديد الشعري، نحن فعلا بحاجة إلى تجديد روح القصيدة، وهذا التجديد ربما يخلق خلق، أظن أنه خلق تنافس جديد بين 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 من ركنوا إلى القصيدة الخليلية القديمة، وعندما شاهدوا أن الآخرين يسبقونهم بأشكال جديدة تمكنهم من طرح أفكار أكثر تجديداً وأكثر روحاً، هذا شجع وأثرى القصيدة الخليلية وجعلها أكثر حداثة، وترى القصيدة الخليلية الحديثة بشكلها القديم ومضمونها الحداثي المختلف جداً عن النفس القديم وعن الأفكار المطروحة سابقا. هذا من ناحية إيجابية، ولكن توجد ناحية سلبية ضخمة جدا. أنا أؤمن بهذه النقطة السلبية، وأظن أن الكثير يتفقون معي أن التسهيلات التي طرأت تبعا للحداثة الشكلية للقصيدة وللشعر جعلنا لا نستطيع أن نميز بين الشاعر الذي هرب من القصيدة الخليلية إلى القصيدة النثرية وقصيدة التفعيلة، أو إلى الشاعر الذي استنجد بها ليقول شيئا لم يستطع أن يقوله في القصيدة الخليلية. هنالك نقطة فارقة جدا، القصيدة النثرية التي سهلت على الجميع أن يدخل بها تدخل في نطاق النثر، والنثر كلنا نستطيع أن نقوله. كيف نميز بين من يكتب نثرا لأنه هرب من قصيدة العمودية لأنه ليس شاعرا ولا يستطيعها، وبين من يكتبها لأنه شاعر متفوق؟ هنالك شعرة واحدة بين تفوق شعراء قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة على شعراء القصيدة الخليلية التي أتبناها كليا. هذه النقطة الفارقة ربما تكون سلبية عظيمة، يجب أن يتمسك بحلها من يهربون، من يتمسكون بقصيدة النثر أكثر منا نحن الذين نتبنى قصيدة الخليل الفراهيدي ونريد تجديد روحها لا تجديد شكلها. أحسنت يا حسام، سنواصل معك أكيد ولا شك، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، نرحب بكم ولمن التحق بنا في هذه الأثناء، معنا عبر سكايب من الأردن الشاعر الشاب المتميز حسام شديفات. حيا الله أستاذ حسام مجددا. وقبل العودة إلى الشعر، هناك من يتهم الشعراء أنهم يعيشون في عالمهم الخاص أو ربما في عالم موازي بعيدا كل البعد عن العالم الذي يعيش فيه عوام الناس، الذين ينتظرون من الشعراء أن يكونوا المتحدث الرسمي عن
معاناتهم ومآسيهم وجراحاتهم، كيف ترد على هذا؟ هل هذا فعلا موجود أم أن المسألة فيها شيء من النسبية؟ نعم، كنت أريد أن أقول بالضبط كلمة نسبية. أظن أن الطرفين ابتعدا عن المنتصف. الشاعر بدأ يبحث عن قصيدته أكثر من بحثه عن القضية، وفي المقابل الجمهور بدأ يبحث عن المتعة أكثر والتكنولوجيا التي سهلت الرفاهية، ونحن نعيش في أكثر العصور رفاهية وأنت تعرف ذلك. نعم. الطبيعة البشرية تحورت قليلا لتبحث عن الرفاهية أكثر. أين الناس من القراءة الآن بشكل عام؟ القراءة بالمجمل بعيدون قليلا، لأنهم يبحثون عن المتعة المباشرة، لأنهم وصلوا ربما في أدمغتهم إلى مستويات عالية من هرمونات السعادة والرفاهية، يهربون من الأشياء الرتيبة ويجدون في الشعر الرتابة. ولكن على الطرف المقابل الشاعر أيضا في هذا العصر بدأ يبحث عن الاستفادة من الشعر أكثر من بحثه عن قضية الشعر، عن رسالة الشعر، فأصبح يبحث عن الشعر الذي يؤهله للمسابقات وللاستفادة للنشر أكثر من بحثه عن القضايا القريبة من المجتمع حتى يكون أقرب إليهم. فالمسألة نسبية كما ذكرت صديقي. جميل جدا حسام، إلى قصيدة جديدة، تفضل. رجوع. أعود لأخبر الأضغان أني في الأساس نبي، ولي قلب سماوي كدمع في عيون صبي، شفيف حد لست تراه لو راقبت عن كثبي، يئن لهمسة البندول يرق لهمسة البندول حين يئن من تعبي. يا سلام. فيفرش جفنه تختا وسادته من الهدرب. أعود لأغزل الدنيا بخيط نقائها الذهبي، وقلبي ناضج كالنخل لكن فاقد الرطب. أمر بشارع كنا نساومه على اللهب، متى صارت يد الأحزان أعلى من يد اللاعب؟ يكاد الملعب المهجور يسألني عن السبب. أعود إليك يا الله دالية بلا عنب، لأبحث عنك في رئتي في سيلاني العصبي. أنا يا رب إنسان، ولي صدقي ولي كذبي، ولي خوفي ولي قلقي ولي حزني ولي عتبي. أنا يا رب منذ عرفت مرمي على الكتب. يا سلام يا سلام يا سلام، ما أجمل هذه النداءات الشفيفة اللطيفة التي تقع في الوجدان وتؤثر في الإنسان. أحسنت يا حسام، وأي إحسان كإحسان الشاعر حينما يتبنى أفكارا عالية تنسجم مع حال وواقع من ينتمي إلى وجعهم. عن فكرة الوجع وأن الشاعر يقاسم المتلقي الوجع الذي يعاني. نعم صديقي، الشاعر لماذا سمي شاعرا؟ لأنه وأنت تعرف ذلك جيدا، أن أهم صفات الشاعر أن يكون ذا شعور عال، وإذا لم يكن ذا شعور عال يحس بالتفاصيل الدقيقة، يشعر بكل همسة وبكل نسمة تمر من حوله، لا يكون شاعرا في الأصل. فالشاعر إذا لم يكن بهذه الصفات لن يكون شاعرا. وأنت تقول أنه يقاسم الوجع، فالوجع هو شعور إنساني نتيجة لأحداث نمر بها جميعا. نعم. والشاعر جزء من المجتمع. صحيح. تبع لنظرية أن الشاعر ذا شعور مختلف ومرتفع وراق عن مشاعر الآخرين، فهو بطبيعة الحال وجعه مضخم، وهو ابن الشارع وابن هذا المجتمع، فلذلك لا بد للشاعر أن يكون مقاسما للآخرين أوجاعهم، لأنه منهم ولأنه يشعر أكثر منهم. كذلك على الجانب الآخر من أسلوبية الشاعر في الكتابة يا أستاذ حسام، أيضا أن الشاعر يقدم وجعه الذاتي للجمهور حتى
يعني يؤازروه ويتعاطفوا مع معاناته الشخصية، من حقه كذلك أن يقدم وجعه ومأساته. صدقت يا صديقي مصطفى، ولكن ما هو وجع الشاعر أصلا؟ تفضل. إذا عدنا لمرجعية وجع الشاعر أصلا، وجع الشاعر هو وجع إنساني، يعني لا يمكن أن يكون للشاعر وجع مختلف عن أوجاع الآخرين، على الأقل يا سلام. سيكون وجعه مشابها لأوجاع الكثيرين. لو قلت أنا عن أوجاعي وعن مثل هذه القصيدة أنني أشتاق للطفولة وأريد الرجوع لها، كم نحن نشتاق إلى الطفولة وإلى الرجوع. أنا أتحدث عن نفسي، ولكن أنا واحد من هذا المجتمع، أنا مثلهم، أنا إنسان مثلهم، وما أقوله عن نفسي ينطبق على غالبية نعم. الناس. لذلك وجب يعني بطبيعة الحال من يؤمن بالقصيدة، من يستمع إلى القصيدة بأذن واعية وقلب منسجم، سوف بالتأكيد سوف يصل إلى ذات الشعور، سيتقاسم هذا الوجع مع الشعر، جميل لأنه جدا. على الأقل يعاني من هذا الوجع. إذن القصيدة الذاتية أنت ترى أنها ليست منغلقة على تجربة الشاعر فحسب، وإنما قد يلتقي معه بها الكثير من القراء الذين يجدون في حياتهم وظروفهم تشابها وتجربة هذا الشاعر، حتى وإن تكلم عن ذاتيته بوجع خاص وكان شخصي شديد الشخصية والخصوصية. أريد ملاحظة. تفضل. أريد ملاحظة بسيطة على هذه النقطة فقط قبل أن نتجاوزها. راسلني قبل فترة دكتور لي في الجامعة، عندما كنت في الجامعة، يستحلفني بالله أنني لا أكتب الشعر لأنني أعرفه وأعرف أوجاعه الخاصة. يقول أنت تكتب عني. قلت له أنا أكتب عن نفسي ونحن نعيش ذات الألم يا دكتور. يا سلام. وهذه حصلت معي قبل أسابيع قليلة. وهذا ما يميز شاعرا عن شاعر يا حسام، أن هناك من الشعراء من تلامس تجاربهم ونصوصهم معاناة الكثير من الجمهور، سواء محبي الشعر أو العامة الذين قد يتوقفون عند قصيدة فيجدون أن هذه القصيدة وشاعرها يمثلهم، يمثل أوجاعهم، فتكون هذه القصيدة بابا أو مدخلا لحب هؤلاء للعربية والشعر العربي. ومن حبنا بالشعر نريد أن تزيدنا جرعة في هذا اليوم الرمضاني الجميل. تفضل يا حسام. متأخرة مررت قربي كالبشرى بلا شغفي، روحي كما راحت الأحلام لا تقفي. يا سلام. لا ضمت الآن مررت قربي كالبشرى بلا شغفي، روحي كما راحت الأحلام لا تقفي. لا ضمت الآن تحميني وقد يبست من الضلوع فواريها أو انصرفي. فتحت أذرع قلبي مذ رحلت وقد فات الأوان لمصلوب على الكتف. سرقت لؤلؤ أحلام التي سقطت وجئت تستبقين القلب بالصدف. مضى الكثير وقد مارست أسئلتي على الإجابات حتى أرهقت صحفي، وكنت ما أكثر المعنى على شفتي. الآن أعتبر المعنى من الترف، وكنت كالطير لكن دون أغنية، وكنت نخلا عظيما دون ما سعى في. ومر تشرين مر العمر أكمله، فلا تعيقي غياب الشمس بالأسف. والآن أجمل ما في الآن أن يدي من فرط ما يئست مني تقطع في. يا سلام، ما أجملك يا حسام، مبدع ما شاء الله عليك. حسام، باعتقادك الشخصي كثرة الشعراء لا يمكن أن يخلق فوضى في الساحة، خصوصا أن هناك من يرى أن الكتابة حق للجميع وشكل من أشكال الحرية، وكثيرون للأسف يعني لا يتقيدون بضوابط الشعر العربي المعروفة والتي ينبغي على كل شاعر أن يتعرف إليها ويجيدها من بداية مشواره الشعري. الكثرة ألا تخلق فوضى؟ صدقت. نحن الآن نعيش في عصر أصبح من السهل الوصول إلى المتلقي على عكس الأزمنة السابقة، فلذلك نحن نعيش في أكثر العصور محاولات شعرية على الإطلاق. ولكن أظن
أظن أن الشعر الحقيقي سيصل وسيتميز عن غيره، لأن الشعر ليس مجرد أدوات، الشعر ليس مجرد عروض وقواعد ولغة. ونرى الكثير من الذين يتخصصون في اللغة يركنون إلى الشعر ويريدونه، ولكن الشعر، وأنت تعرف ذلك لأنك شاعر حقيقي، الشعر هو الشعر قبل أن يكون أدوات. الشعر يولد مع الشاعر ثم يتمكن من الأدوات، ولكن الذين يذهبون إلى العكس يظهرون. ولذلك الكثرة صحيح هي ظاهرة غير صحية وموجودة بكثرة ومن أكثر الأزمنة، ولكن دائما الشاعر الحقيقي سيظهر وسيتميز. دائما الشعر الحقيقي سيظهر ويتميز كثيرا. أحسنت يا حسام، سنواصل لكن لابد من فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، بعده نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا من الأردن الشاعر المتميز كثيرا حسام شديفات. حيا الله أستاذ حسام مجددا. وقبل أن نعود إلى الشعر، نريد أن نتحدث يعني في هذا الجزء المتبقي من حلقة هذا اليوم من بيت القصيد، نريد أن نتحدث عن المشهد الثقافي الأردني. ما الذي يميز الحالة الثقافية في عمان في عموم الأردن؟ كل مجتمع، كل بيئة، كل بلد عربي يتميز بشيء معين، ومن المؤكد أن البيئة الأردنية تتميز بشيء ما ظل عالقا في ذهنية حسام شديفات، حدثنا عن هذا. صدقت، المشهد الثقافي الأردني، ربما الأردن لا تملك الكثير من الأيقونات الشعرية التاريخية مثل دول العراق ودول سوريا والممتدة في تاريخ الشعر، ولكن على مستوى الشعر الحديث والحركة الشعرية الحديثة بدأت من عرار، ثم انتقلت إلى ما تلاه من أجيال حيدر محمود وحبيب الزيودي، حتى تسلم الراية الكثير من الشعراء المتميزين جدا في العصر الحالي، نذكر منهم وهم كثر لؤي أحمد ومحمد العموش وتركي عبد الغني وشعراء، والقائمة تطول. ما يميز المشهد الثقافي الأردني في عمان، أنت زرت عمان وشهدت كمية الأمسيات الشعرية الموجودة في عمان. نعم. في عمان تكثر المنتديات الثقافية، في مناطق الويبدا تعتبر من المناطق الحاضنة الثقافية في عمان، تجد المقاهي. أميز ما في الأردن هو النقلة النوعية التي حدثت في العصر الحديث. يعني الأردن لا تمتلك تاريخ طويل من الشعراء الأيقونات مثل المتنبي وغيرهم، ولكن النقلة التي حدثت ربما هي أكثر دولة انتقلت من مكان إلى مكان في هذا العصر الحديث، وربما نحن محظوظون أننا كشعراء أردنيين ولدنا في هذا العصر الحديث في الأردن. أحسنت أنك جئت على ذكر موضوع الأمسيات، وأن الأردن بمختلف محافظاته هو بلد يعني يؤمه المثقفون يوميا، وفي كل يوم تجد الكثير من الأمسيات الشعرية، بحيث تكون أمامك فرصة للتخير، تقول سأذهب لمتابعة هذه أو مشاهدة هذا الشاعر أو المشاركة بتلك. وهذا مما يثبت أن الحركة الثقافية ثرية جدا في بلادكم يا حسام. لكن أكيد كل شاعر لديه أصدقاء مقربون، أو لديه عراب ما، أو شاعر يعده قدوة أو أخذ بيده. ربما هذا السؤال فيه الكثير من الإشكالات وقد يخلق لك إشكالية معينة، لكن لك حرية أن تتحدث عن شاعر معين ترى أنه أضاف الكثير لحسام شديفات. بالعكس، أنا سأتحدث عن شاعرين، ولكن أنت تعرف الشاعر محمد العموش هو صديق قريب على المستوى الشخصي، وهو إنسان عظيم على مستوى الإنسانية، وهو شاعر كبير جدا.
على مستوى الشاعرية. ولكن لن أنسى صديق الآخر الأستاذ جاسر البزور، وثالثة الأثاث لا تكتمل إلا به، لأننا لا ننتقل إلا سويا، وأنت صديق لنا وتعرف ذلك. الصديقين جاسر البزور ومحمد العموش أخذا بيدي منذ البداية، يا سلام. ربما لأنهم رأيا في شاعرا جيدا، أو ربما صديقا جيدا على الأقل. فبالرغم من هذا الفارق السني فأنا لا أفارقهم، دائما معهم، أستمع إلى نصائحهم كثيرا. جميل جدا. بالخصوص الشاعر محمد العموش أثر بي كثيرا على مستوى الشعرية، غير نظرتي للشعر وغير مفهومي له. أحسنت كثيرا، وأكيد الشاعر محمد العموش وكذلك جاسر البزور هما من أقطاب الشعر في الأردن إن لم يكن في الوطن العربي ككل، ومن هنا نبعث إليهم بالتحية المعطرة بالمزيد من الشعر الذي سيقرأه حسام علينا مجددا. لإخواني المتعبين، يا سلام، تفضل. هذا المساء ثقيل، هذا المساء ثقيل، كيف أحمله؟ هل يؤمن الليل؟ هل بالله أسأله؟ هذا المساء ومارت في فمي لغة، هذا المساء ومارت في فمي لغة تستنجد الطلقة الأخرى فتقتله. رؤياي أشرب كأسا والمدام دمي، رؤياه يصلب والغربان تأكله. بالغربتين يرى كفا تهدده، وليس في وطن كف تدلله. فنجان قهوته المقلوب ينكره، فالبن يسقطه والهيل يركله. في وسعه خيبة أخرى يموسقها، وبينه والمدى يأس يرتله. يا سلام. لا يرتدي وجهه المقهور، في وسعه خيبة أخرى يموسقها، وبينه والمدى يأس يرتله. لا يرتدي وجهه المقهور فلسفة، لم يبق في وسعه إلا تقبله. يخادع الوهم لا شيء يخادعه، يؤمل الهم لا سعد يؤمله. يا سلام. يبلل الخبز دمعا، يخادع الوهم لا شيء يخادعه، يؤمل الهم لا سعد يؤمله. يبلل الخبز دمعا دافئا ودما، وكسرة الجوع صيف لا تبلله. ما أكذب الموت لا لاء ولا نعم، حتى انتهينا لقلب مات مجمله. يا الله. بين الشظايا ما أكذب الموت لا لاء ولا نعم، حتى انتهينا لقلب مات مجمله. بين الشظايا وآمال محطمة، ولا تحيد مجازات تجمله. للمتعبين تعالوا واحملوا شعلا، هذا الطريق طويل من سيكمله. مجددا، بين الشظايا. بين الشظايا وآمال محطمة. يا سلام. ولا تحيد مجازات تجمله. للمتعبين تعالوا واحملوا شعلا، هذا الطريق طويل من سيكمله. هذا الطريق طويل من سيكمله يا حسام، عن طموحك الذاتي من وراء الشعر، وهذا الطريق الطويل من سيكمله؟ والله أنت تعرف أن الشاعر لا حدود لطموحه، يعني أي شاعر على اختلاف مستواه وعلى اختلاف موهبته وعلوها وعلى اختلاف اشتغاله على الثقافة والشعر يريد أن يصل إلى تلك القصيدة، نعود إلى تلك القصيدة التي لن يصل إليها. فأستطيع أن أقول لك أن الطموح مفتوح بالمطلق يا صديقي. أحسنت، أحسنت كثيرا. عن فكرة التزود، المعرفة، القراءة، وأن كثيرا من الشعراء أصحاب التجارب أو حتى أصحاب المشاريع الصاعدة تجدهم لا يحبون القراءة ويعزفون، وكثير منهم من يتذرع بفكرة الوقت، بفكرة العمل، بفكرة الظروف، بفكرة يعني مشاغل الحياة الأخرى. فإذا ما أتيت وقلت له عليك أن تقرأ تجده يسوق لك المعاذير عن فكرة القراءة وكيف أنها تصقل شخصية وتجربة الشاعر والكتاب بشكل عام. صدقت.
أذكر قبل أن أبدأ في الموضوع، أذكر الأستاذ الشيخ المطيري الشاعرة الإماراتية الجميلة، ووجه لها تحية، قالت جملة قبل فترة، وهذه الجملة بصراحة هي تقولها للأطفال لأنها أمينة مكتبة، تقولها للأطفال وهي بالفعل يجب أن تقال للجميع. تقول لهم: أنتم ماذا تفعلون عندما تجوعون؟ هل تحبون الطبخ؟ يقولون: لا نحب الطبخ. ولكن تقول: لو جعت ولم تجد أكلا ماذا ستفعل؟ يقولون: سنطبخ، سنطهو الطعام. فتقول لهم: نعم، القراءة كذلك، نحن لا نذهب للقراءة لأننا نحبها، نحن نذهب للقراءة لأننا جائعون لها ولأننا نحتاجها. فبالضبط القراءة نحتاجها أكثر من متعتنا بها. الشاعر الذي لا يقرأ يبدأ وهو شاعر حقيقي، يبدأ عاليا ثم يهبط، ولكن الشاعر الذي يقرأ والذي يطالع والذي يسافر عبر عوالم الكتب يسافر من علو إلى علو، ومن باب يفتح بابا جديدا، ولا ينغلق عليه باب، ولا يصل إلى نقطة الانعدام، ولا إلى نقطة اللا جدوى وعدم المقدرة. الثقافة هي زاد الشاعر وهي زواد فعلا. عن نفسي أنا أقرأ ما أحب بصراحة، وأريد أن أكون صريحا جدا في هذه النقطة. أنا أقرأ ما أحب وما أحب فقط، ولكنني أستطيع أن أجد كثيرا من الكتب التي أحبها، فلو قرأت ما أحب فقط فلن أنتهي من القراءة. أحسنت. لأن المكتبة العربية والعالمية زاخرة ومليئة بالكتب الكثيرة والكثيفة، وأنا عن نفسي أحب أن أميل إلى الفلسفة وإلى بعض كتب الفلسفة، ولكنني أستمتع في هذا المجال. ربما لو لم أستمتع في هذا المجال سأقرأ، لأنني كما قالت الأستاذ الشيخ المطيري، أنا كشاعر وكإنسان أحتاج إلى أن أقرأ. والقراءة لا ليست فقط للأديب والشاعر، أحسنت، القراءة للجميع، لأن الجلوس بين نعم. بين الآخرين، الجلوس في أي مكان، أنت تحتاج لأن تقول شيئا، ودائما تحتاج لأن تقول شيئا، دائما تحتاج لأن تأخذ قرارا، دائما تحتاج إلى ركيزة تستند إليها. القراءة نعم. تفعل كل هذا. هذا مما لا شك فيه. إلى قصيدة جديدة يا حسام قبل ما نذهب إلى آخر الأسئلة، تفضل اقرأ علينا قصيدتك الجديدة. قصيدة: يا نصيب المتعوس، أنسيت وجهك أم نسيت ملامحه؟ خذ ما تبقى، المرايا جارحة، وضبت شنطتك التي أثقلتها في كل شيء من حنين البارحة، ومضيت لا طرق، ودمعك عنبر، وخطاك لا أثر، فليت الرائحة من خلفك الدنيا بكاء حبيبة، وأمامك الدنيا عجوز نائحة. أخفيت كم أخفيت حزنك مازحا، الآن تنحسك الضباع ممازح. قال: يا نصيب مكيدة المتعوس، لا أمل سواك بأن تزيد مرابحا، واليائسون المبعدون حقيقة في الركن تنتظر الفراغ، وسارحة والقهوة اللابن فيها لا مذاق تستريح من الشفاه الطامحة، ما ركوة الشعراء غير حبيبة تغلي وتسكب، والتجارة رابحة، يتقاسمون مع القصيدة حزنها، يتنادمون على الدموع المالحة. يا سلام. وحبيبة أخرى، يتقاسمون مع القصيدة حزنها، يتنادمون على الدموع المالحة، وحبيبة أخرى تغادر كلما رأت القصيدة أن تنوح النائحة. يا الله. ها أنت مختال بلا وطن، بلا أنثى لتخسر، فالخسارة فادحة. يا الله. أحيانا تكون الخسارة رابحة أيضا يا حسام. ربما تكون بعض الخسارات فيها ربح لا نعلمه وندركه متأخرا. أحسنت.
طيب إذا أردنا الآن أن نطرح عليك 5 مفردات بحيث تقدم لنا يعني انطباعك الذاتي عن كل مفردة بعيدا عن المعنى أو المدلول الذي تشتهر به هذه المفردة، أخبرنا عما يمثلك تجاه هذه المفردة، هل أنت جاهز؟ جاهز يا أخوي. ولكن باختزال مكثف واختصار شديد، الأصدقاء. زاد الروح. الملح. الطعم الحقيقي. المعطف الأبيض. الدفء الأنيق. القلق. حياة الشاعر. الغموض. ظل أن تعطينا رأيك عن الغموض يا حسام. ما لا نعرفه. الغموض هو ما لا نعرفه، وهو يثير فضولنا ويستدرجنا للمعرفة. أحسنت كثيرا حسام. قبل أن نذهب إلى القصيدة الأخيرة، حبذا لو تحدثنا عن ما تفكر به من نشاط شخصي حسب برنامجك الذاتي لهذا العام كمنجز أو مطمح ترجو تحقيقه. بصراحة أنا أطمح حاليا لأن أنتج الديوان الثاني، لأن الديوان الأول أصدرته عام 2021. نعم. فأعتقد أنني جاهز لأنشره، ولكن التحدي الذي أواجهه الآن هو أين، والهدف هو أين، أين ينشر هذا الديوان. أحسنت كثيرا. أريد أن أنشره في مكان يستحقه ويستحق أن ينشر به. أحسنت كثيرا. خذنا إلى القصيدة التي تحب أن تكون مسك ختام هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد، تفضل يا حسام. بالضبط، يعني فعلا أحب أن أختم بهذه القصيدة لأنها كتبت قبل 8 أعوام عندما وضعت قدمي في 20 لأول مرة. تفضل. وكل عقد غريب على صاحبه عندما يدخل به. 20 سني وهمي بال80. يا الله. 20 سني وهمي بال80، ولست أعشق إلا من ستحصيني. اليوم عندك ساعات تداوله، واليوم عندي من آب لتشريني. أنا الذي كنت يعقوبا بخلوته، وكنت عيسى وها أحييك بالطين. ألقيت في الجب لا خوف يراودني، وعشت عمري في قصر لفرعون. وعندما جفت الأنهار في رئتي، خرجت أبحث عن ماء ليرويني. يا سلام. قالت لي النملة الكبرى تبشرني بأن ربك يسقيكم ويسقيني. أخي الذي كان كل الكون في نظري يغتاظ مني ويؤذيني ويشتيني. فقاده نزق للقتل راوده، ولا يزال أبي للآن يبكيني. إلى ما أعشق والأحزان تلقفني، من موج حزن إلى هم وترميم. يا الله. لطالب إلى ما أعشق والأحزان تلقفني، من موج حزن إلى هم وترميني. لطالما كنت في عقلي وفي لغتي، فليتك اليوم شعر في دواويني. رحلت أعرف لكن ليس عن قلقي. يا سلام. هواجس الطيف رغم البعد تأتيني. رحلت أعرف لكن ليس عن قلقي، هواجس الطيف رغم البعد تأتيني. بالأمس كنت وجنياتي أوردتي، تنازعنك ضرب الصاد بالسيني. ما بالكن وقد بالغت في جلدي، كأن عندي سلوانا يسليني. غدا سيزهر مولود وأغنية أبوه غيري، وابن الغير يعنيني. رحماك في من له أم فديت لها، أشري لها الكون لو كانت لتشريني. يا سلام يا سلام. فضفوك لا فضفوك ولا عاش شانئوك ولا مبغضوك أو حاسدوك يا حسام. قبل الختام،
رسالة حب للشعر والشعراء، ماذا تقول؟ أقول للشعراء تمسكوا بالشعر، فهو ربما هو الموسيقى آخر ما تبقى من الجمال. وأقول للشعر كن لينا مع الشعراء فهم يحبوك كثيرا. وكلمة حب ووفاء للأردن، هذا البلد العظيم الذي يحتضن الكثير من الشعراء والمثقفين ويتطلع بعين ثاقبة تتشوف مستقبلا أفضل من أجل بناء جيل كامل يعتمد على المعرفة، رسالتك من أجل الأردن الذي تنتمي إليه وتحب. هذا موضوع كبير. الأردن هذا المكان الذي فتحت عيناي عليه، سهوله، جباله، وديانه، يا سلام، صخوره، ناسه، طيبة ناسه، بياض قلوب ناسه. هذا المكان الذي الممتد عبر التاريخ، يا سلام، طيب الرائحة، زكي الأنفس، أصحاب أبناؤه أصحاب الجباه السمر والقلوب البيضاء، أحسنت. ودحنونه وزيتونه. هذا الوطن الذي مهما ذهبنا عنه أكبر من أن يحاط به يظل وأن يوصف. بالمرة. نعم، لا أستطيع أن أقوله بدقائق. أقول له أنني أحبك يا وطني، أحب الأردن، وأعلم أن كل منا يحب وطنه، أحسنت. وأتفهم ذلك. أشتي حسام، ونحن بدورنا نشكرك على هذا الحب، على هذه القصائد، على هذه الإطلالة التي سعدنا بها كثيرا. وصلنا إلى الختام، ماذا الله تحب أن لي. تقول؟ أريد أن أشكرك يا صديق، أشكرك على المستوى الشخصي لأنك صديق حقيقي، العفو ولو، وأشكرك هذا واجبنا. على شعرك اللذيذ، وأشكرك على تقديمك اللطيف، وأشكرك على هذه الفرصة الرائعة. أشكر قناة الرافدين، تسلم تسلم، واجبنا هذا. القناة الاحترافية التي نحب أن نراها لاحترافيتها، وأنا جدا أحب الاحترافية في العمل. شكرا شكرا لكم على هذه الفرصة، وطاب يومك يا أخي. وشكرا لك الشاعر الأردني الجميل جدا حسام شديفات. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام، دائما كونوا في أمان الله.